عشان كان ربع ركز في الهواء. والسوق احنا المفروض في الترم الاول البلاد مقسومين ايه؟ الار بي سيز والجرانيولار واي بي سيز. ايه ده؟ الواي بي سيز حد فاكر عددها؟ من 4000 الى 11. دكتور بنقسمها نوعين كبار. حد فاكر كم نوع من الواي بي سيز؟ خمسه، قلنا في الجدول خمسه، لكن الحقيقه هم شقين كبار، جرانيولار واجرانيولار او نون جرانيولار. دكتور يعني ايه جرانيولار؟ يعني السيتوبلازم يحتوي على حبيبات جرانيولز. دكتور سيبي اللي في ايدك واسمعني، دول ثلاث انواع. النون جرانيولار في الترم الثاني، ولما تاخدوها تفهموا فيسيولوجي كويس المناعة وكده، تتمنى تاخدوها في الترم الأول وتفهموها في الترم الأول، كنت أتمنى، بس للأسف مش هنعمل. إحنا هناخد مين بس؟ جرانيولار فايروس. فعندك في الكتاب، بص معلش عشان في يقول لك إيه اسم؟ كومن كاركترز أوف وايت بيسيز عموما. إيه الصفات العامة بتاعت خلايا دم البيت؟ دكتور ما إحنا قلناها فين؟ في الجدول. لو قريت الجدول هو نفسه الكومن كاركترز، او لو قريت الصفات العامه عليهم هتلاقي نفس الكلام اللي قلناه فين؟ في الجدول. اضيع وقت فيها؟ طيب مكتوب بعدها احنا بنقسمها جرانيولار ونون ايه؟ سيبي فيتك واسمعني. جرانيولار كم نوع؟ ثلاثه. والنون كم نوع؟ اثنين. كاتب لك بقى اللي هناخده في الترم الاول فقط الجرانيولار وايت بيسيز. الجرانيولار بنقسمها ثلاث ايه؟ انواع. مكتوب لك كومن كاركترز اوف جرانيولار. لو انا قعدت اشرح الخواص العامه بتاعت الجرانيولار هناخد فيها وقت كبير قوي، ملهاش لازمه دلوقتي. اقراها بعد ما اخلص الجرانيولار تلاقي كل الكلام اللي قلناه. يعني اسهل اقولها في الاول ولا تقروها انتوا في الاخر؟ انا مش هضيع فيها وقت صراحه، لان الكلام ده هشرحه بالتفصيل ابتداء من دلوقتي ونكمله بحضرتك. يعني الجرانيولار اصلا حجمهم ايه؟ كبير وبياخد وقت، والحقيقه مش عايزاهم يتكونوا. عشان كده هبتديهم النهارده ونكملهم يوم ايه؟ بكره. لحد بكره ان شاء الله. المحاضره الساعه كام؟ انت الساعه كام؟ طب يلا عشان هبتدي جرانيولار، وكويس ان انت جيت قبل ايه؟ قبل ما ابتدي. وانا مش عارفه اشرح ليه، يا ولادي نسيب بقى في ايدنا. على فكره بس كلمه هقولها لك على الصفات العامه دي عايزاك تقولها دلوقتي. حد فاكر مين بيشتغل ار بي سيز واي بي سيز؟ مين بيشتغل جوه في الدم؟ مين بيشتغل بره في الكونكتيف تيشو؟ الواي بي سيز بتحب تطلع. طيب انا جوه كبالة، حد فاكر كبالة ده عباره عن ايه؟ قاعد على ايه؟ لاين بي يعني. اندوثيليوم، فاكرين الاندوثيليوم بتاع كبالة بسميه اندوثيليوم، قاعد على بيزمنت ايه؟ ميمبرين. فدايما الواي بي سيز بتروح بص يا ابني معديه بتمد اقدام ايه؟ ليها اميبويد مومنت، وتقدر تعدي ما بين الاندوثيليال سيلز وتطلع بره عشان تاكل بكتيريا او غيرها. دكتور التحرك ده وانها تعدي ما بين الاندوثيليال سيلز اسمها دايابيديسيس. دي الكلمه اللي زودناها السنه دي. ان اليوكوسايتس، اليوكوسايتس هم مين؟ الوايت بلاد ليف البلاد، بانها تهاجر ما بين مين؟ اشتغل الاندوثيليال سيلز وتطلع بالاميبويد مومنت. تطلع فين؟ في الكونكتيف تيشو. دي اسمها دايابيديسيس. اسمها ايه تاني؟ ما انا ممكن اسال دايابيديسيس معناها ايه واختار الاجابه، او تيجي في الماتش. حد بقى شاطر يقول لي انا بحب قوي بدايه الوايت بلاد سيلز اللي هم الجرانيولار. احنا موضوعنا ايه في الترم الاول؟ جرانيولار فقط. بس دكتور بحب في الاول اقولهم في صوره القرن. وانا عارفه في الكتاب مكتوبين بعاد عن بعض، لكن دايما حطهم لنفسك ورقه كبيره كده واعملها في صوره ايه؟ مقارنه، تفرق معاك. هم صحيح زودنا معلومات كتير فيها السنه دي، لكن محتاجه تركيزك معانا. احنا بنقسم الجرانيولار ثلاث انواع. عارفين اكوردنج تو ايه؟ لو عرفت طبعا لايه هيبقى سهل قوي التقسيم. اكوردنج لحب
الجرانيولز نستبعد. خلي بالك النوع الثاني اسمه نون ايه؟ هو فيه جرانيولز بس ما تبانش باللايت. يا جماعه اذا الجرانيولز اللي بس بتبان في الجرانيول بس مش دي المخصوصه بتاعتها؟ اسميها سبيسيفيك جرانيولز. اسمها ايه تاني؟ يا دكتور يبقى فيها سبيسيفيك جرانيولز ليها حب لصبغه معينه. فكر كده. لو بتحب بيزك ستين اسميها ايه؟ بيزك. لو بتحب اسيتك ستين، مين يفكرني اسيتك ستين كان اسمه ايه؟ ايوسين، فسميها ايزينوفيل. هو الصح اني كنت اسميها اسيدوفيل. لكن عشان نميزها من خلايا في الغدد الصماء وكده اسمها اسيدوفيل، فسميناها ايه؟ المحبة للميوسين ايزيرو، يعني جرانيولز لونها ايه؟ الاسيد دونه احمر. طب البيزك بلو. البيزوفيل لونها جرانيولز لونها بلو. طب نيوتروفيل فكر يعني لونها بهتان، لا مايل للاحمر ولا مايل للاسود. هو دايما بص المتعادل يميل اكتر شويه للاحمر. عارفين ليه؟ انا بتكلم على السبع عادات مش الدم. هي الدم قريبه منها. اليوسين ده قوي جدا. انتوا عارفين لما بنيجي نسمي هيماتوكسل الان يوسين. بس بوك الهيماتوكسل هخلي سلايد فيه من 5 لـ7 دقايق عشان ياخد مين اللون الايه؟ لو انا مثلا مين بياخد لون ازرق؟ يوكس دايما بياخد السيتوبلازم. امتى ياخد ازرق؟ لو في رايت بوكس طلع عليه ما شاء الله. بس عشان ياخد الصبغه حلو قعدوا كام دقيقه؟ 5 لـ7. طيب عارفين الايوسين قوي جدا. بص بص بعمل ايه؟ دبن كده واشيل. مفيش دقايق، مفيش ثواني. يعني ايه؟ ما بيلحقش ينزل ويطلع. لو انا بقى بتكلم ونسيته شويه كل ده سواء الميزوفيلك او الميزوفيلك يبقى مين قوي قوي صبغته؟ انت بتتعمل ازاي؟ بتدبن كده بسيط. مين بقى يقول لي لو هي نيوتروفيل تبقى بيل بينك تميل شويه للون الورد لكنها مش وردي صريح. على فكره لو شفتوها في الصور مش شايف اصلا جرانيولز، يعني جرانيولز مش واضحه ابدا. عارفين ليه يا ولاد؟ طب هقول لك ليه لما نيجي بس نبتدي نتكلم عليه مش عارف. اول نوع اسمه ايه؟ نيوتروفيل. اللي بعده ايزينو. انا باخد اسامي. والاخيره بيزوفيل. بصوا في الاول 3 ارقام هنحفظهم صح. نسبه كل نوع، ديامتر قطرها، لايف سبان. يا ولادي يعني ايه نسبه كل نوع بالنسبه لمين؟ بالنسبه للعدد الكلي بتاع الواي او سيز. حد يفكرني العدد الكلي كام؟ سي انتوا قلتوا من 4000 ل 11000. سي انا عديت، اسمع دي ركز فيها، عديت الواي او سيز بتاعتي انا لقيتهم 10000. لقيت النيوتروفيلز بس 6000. يبقى نسبة النيوتروفيلز كام؟ هي فعلا من 60 إلى 70% وأحيانا توصل ل 75. لكن العادي من كام تشتغل؟ من 60 إلى 70. الإيزينوفيل من 1 لـ4. بص بقى اللي نسأله في الشفوي في النسب دي وما يعرفش روح يا حبيبي. أنا أكمل معاك ليه وأنت بنظر واحد يطلع من الدور؟ ده مش عارف نسب الواي بي سي. لا يعني بص يا جماعه في الشفا بالذات انت بتدي ايديا انت مذاكر ولا لا، في حاجات ما ينفعش ما نقولهاش، ما ينفعش اسكت فيها. مين يقول لي تاني النيوتروفيلز كام؟ يلا 60 لـ70%. الايزينوفيلز من 1 لـ4. حبيبي بص معايا البيزوفيلز يب من نص الواحد وفي قول اخر من 0 لـ1. مين بقى شاطر يقول لي يعني ايه من 0 لـ1؟ يعني عددهم قليل قوي قوي قوي. ساعات ادور في 40 50 فيلد ما اشوفش ولا واحد. يبقى وهنقول ليه كمان شويه ممكن ما الاقيش ولا واحد. يبقى معناها من 0 لـ1 ايه؟ ان لو واحد لقيته 0 اقول ده مريض ولا نورمال؟ نورمال. طيب خلي بالك مع الحته دي مهمه قوي. طب معلش تقريبا مين قد مين؟ بص انا هعمل ايه دلوقتي؟ احط لك رسمته. تقريبا مين قد مين؟ ادي النيوتروفيل، ادي الايزينوفيل، ادي البيزوفيل. مش تقريبا نيوتروفيل قد مين؟ البيزوفيل من 10 ل 12. هنا برضه كام؟ من 10 ل 12 مايكرومتر. مين كبرت عن اخواتها سنه؟ البيزينوفيل من 12 ل 14 مايكرومتر.
لايف سبان عمرها. يا جماعه النيوتروفيل كل حكايه بتعيش 3 4 ايام، يعني عمرها ايه؟ فيو ايه؟ دايز. مين زيها فيو دايز؟ البيز. مين اللي متحدده اب تو 10 ايام؟ ده مين؟ البيز. خدت بالك من الارقام دي؟ مين تيجي تعيد الارقام دي قبل ما انقل؟ طب هو انا اي خليه دكتور؟ الارقام دي خاصه بدوب، لكن اي خليه ثانيه بقول ايه؟ لايت مايكروسكوب، الكترون مايكروسكوب، ايه الفانكشن، صح؟ وهنا هنزود بقى ايه الامراض اللي تزود عددها وايه الامراض اللي الاقي عددها فيها قليل. نسيب بقى اللي في ايدنا، نسيب اللي في ايدنا. دكتور مين؟ نعيد الارقام دي تاني؟ مش هنقل منها لما تروح تاني. برسنتج 60 ل 70 ده مين؟ النيوتروفيل، ايزينوفيل 1 تو 4، البيزوفيل من 0 تو 1. يبقى مين نسبتها قليله قوي؟ البيزوفيل. هنعرف ليه كمان شويه. دكتور نيجي بقى للدايمتر، تقريبا مين قد مين؟ 10 12 قد النيوتروفيل قد البيزوفيل. مين كبير عن اخواتها؟ الايزينوفيل ب 12 14. اللايف سبان 3 4 دايز، هنا اب تو كام؟ 10. الحقيقه البيزوفيل اب تو 12 يوم. يعني دايما كنت اقولها 4 8 12. خلينا زي الكتاب كام؟ فيو دايز. ده مين دي؟ هو انا تهمني قوي وصلت 12 ولا لا؟ طيب كل نسبتها كام؟ ان شاء الله. طيب تعال نشوف كلمه قبل ما ابتدي اللايف مايكروسكوب. بص بص، مين اكثرهم قدره على الحركه وقدره على الاكل؟ عارفين اذكر بس موتيليتي والفاموسيتك باور. بص خدهم بالترتيب، اقواهم في الموتيليتي هاي موتيليتي اند هاي فاموسيتك باور، دي مين؟ النيوتروفيل. مين اقل؟ مين اقلهم؟ فاهمين؟ خدناهم بالترتيب كده. يبقى مين؟ وهنعرف كمان شويه اشمعنى النيوتروفيل اللي عندها قدره فظيعه على ايه؟ على الحركه، ما دام هاي موتيليتي يبقى هاي فاجوسيتيك باور. لس موتيليتي ولس ليميتد موتيليتي محدوده ولس فاجوسيتيك باور، دي مين؟ مين الليست؟ البيزو. طيب معلش بقى نخش على اللايت ايه؟ فكر معايا، وانا في اللايت مايكروسكوب على فكره بعد اللايت وبدايه الالكترون هبتدي بعد كده اخد النيوتروفيل بس، يعني اخلصها ويبقى المحاضره ان شاء الله ناخد الاثنين التانيين. معلش مني قوي نقفل مين النهارده، اقول ان شاء الله النيوتروفيل. طيب الحقيقه ما تقعدوش تبصوا كام صفحه. لا بص انا ممكن نص صفحه اخد فيها محاضره، وممكن اخد يعني اخد محاضره فيها ثلاث اربع خمس صفحات. تفرق تبع ايه؟ اهميه السبجكت واني عايزه يوصل لكم صح. معلش يا جماعه، وبعدين خصوصا السنه دي زودوا قوي الكلام اللي فيه. لا لا لا، عارفين الزياده هنا ليه؟ عشان فهم اكتر. يعني اللي كاتبين البلاند عندهم الكونسيبت بتاعي، بدل ما اقعد اشرحه له اركب له الشرح هنا. حد فاهم؟ نقول تاني النيوكليس. يا جماعه فكر معايا، في لايت ايه؟ مايكروسكوب وفي الكترون. هو في اللايت بشوف حاجه غير شكل النيوكليس، النواه وشكل الحبيبات دي. يبقى اهم حاجتين نيوكليس وسايتو ايه؟ بلازم. والسايتو بلازم قصدي بيه كرانيوس. حلو كده؟ طيب مين شاطر؟ لا لا لا، سيب اللي في ايدك، سيب الكتاب، بص انا بشاور فيه. انا عايزه حد شاطر من ولادي يقول لي فيها كام نيوكليس؟ انزحم انزحم حبيبي، هي سنجل بط سيجمنتد. مين يفكر يعني ايه سيجمنتد؟ لا مش ماضي. لا معلش ركز معايا، انا عايزه الكلمه اللي بسالك رد عليها. يا جماعه هي واحدة إنما متفصصة. بط سيجمنتد فيها كام فص؟ أبدا. استنى لا لا، هي أكثر في الكتاب. هي من 2 ل 5، في الكتاب مكتوب من 2 ل 4. بس النيوتروفيل دي تخصص يا حبايبي. هي من 2 ل 5، ممكن أفهمكم؟ بص بص، هي أول وهي لسه بتتصنع في البن إيه؟ فصين. خلاص بقت ناضجة ونازلة فين؟ في الدم، بقوا ثلاث فصوص.
بعد يوم او حاجه عجزت بقى اربعه هتموت خمسه. عشان كده الخمسه دي ما بشوفهاش فتره ايه خلاص بعدها بتموت على طول. دكتور فاكره بنكتب لك من اثنين لاربعه او المهم طالما ثلاث فصوص او اكتر احلف جينيوتروفي. خلي بالك الكلام ده مهم عشان الداتا شو يعني ثلاث فصوص اربع فصوص خمس فصوص تبقى من غير احلف جينين نيوتروفي. دكتور يبقى فيها كم فص؟ طب مين يوصف لي النواه دي؟ سنجل وات سيجمنت فيها كم فص اشتغل؟ من اثنين لخمسه. بس بص يا دكتور لو ما كانش فيه الخيط ده معلش بص انا مش شايف فين ده. حد شايف خيط الكروماتين؟ عارفين الكروماتين اللي هو دي ايه؟ خيط كروماتين رفيع يوصل الفصوص دي مع بعض ولا لا؟ لو ما كانش فيه الخيط ده كنت قلت ايه؟ ثلاث انواع. لكن وجود خيط بيوصل الفصوص دي سميتها ايه؟ سيجمنتد. مين يوصف لي النيوكليس تاني؟ سنجل بط فيها كم فص؟ لو انت فهمت عدد الفصوص يدل على ايه؟ مهمة قوي. طيب والفصوص دي كونكتد باي ثين كروماتين. خدت بالك من ثين؟ حط لي تحتها خط كده. ان خيط الكروماتين وصل الفصوص ده رفيع جدا. طب دكتور يبقى ليها شكل واحد؟ خلي بالك جنب عنوان نيوتروفيل ليها اسم تاني. لو قريت الاسم دلوقتي تفهم بوليمورفو نيوكليير ليوكوسايت. يعني ايه بولي؟ عادي. مورفو مورفولوجي يعني شكل. بوليمورفو نيوكليير ليوكوسايت يعني ليوكوسايت واحده من خلايا الدم البيضاء اللي النواه بتاعتها متعدده الاشكال. مره تبقى فصين، مره كام؟ ثلاثه، مره اربعه، مره خمسه. عشان كده مفيش واحده شبه الثانيه. يعني الاشكال متعدده واشكال مختلفه. فهمنا دي ولا لا؟ طيب حد شاطر بقى يعني على فكره بيجي في الاس بي يقول لك ايه؟ النيوتروفيل هاز انذر نيم. حط لك اختار سيلكت من ضمن الاسامي لو لقيت مين؟ خليني كل شويه نعيد السؤال ده. بوليمورف نيوكليير ليوكوسايت يبقى دي اختار ان ده احد اسامي بتاعت مين؟ النيوتروفيل. طيب مين من ولادي شاطر يقول لي النواه هنا شكلها ايه؟ انا نقلت على الاي زيرو. حد خد باله فيها كم فص؟ فصين لكن كونكتد بثيك ولا ثيك كروماتين ثريد؟ تحت ثيك تحط لي كذا خط. يعني خيط الكروماتين اللي موصل بينهم هنا تخين شويه. انا مش هخيركم كتير غير بعد خلاص بعد الالكترون مش هخليكم تنقلوا. دكتور نقول تاني يبقى هنا كام لوب؟ تو لوبس كونكتد باي. طب مش كده عامله زي حته الحصان؟ عامله اصل في طلبه كتير في الامتحان بتبقى هول شيب. ان شاء الله هي مش شكل الحصان هي شكل الحلو بنكتبها هورس شو. واحد قال لي هو الحصان دي جزمه مقصود هنا ايه؟ الحلوة. في طلبه يتربسوا في كلمات بسيطه يعني يبقى هورس شو شيب يوز. مين بقى من ولادي قوي الملاحظه يقول لي النواة في البيزوفيل شكلها متميز شوية؟ هو عادة ما بعرفش أشوفها. أنا قصدي أرسمها أولاً أفتحها. خدت بالك إن الإسفنين غامقة أوي. في النيوتروفيل أفتح سنة، في الإيزينوفيل أفتحهم فين؟ في البيزوفيل. مش ده اللي يهمني دلوقتي، سيب الحتت بص لي. هي فيها كذا فص، إنما تويستد، فواخدة إس. يعني انا ممكن اقول الريجولار لكن عاده اس شيب. لما تيجي نوصف النيوكليس قولها لي تاني. البيز الاول ايه؟ الريجولار لكن يوجوالي اس شيب. عايزه بقى حد من ولادي يوصف لي جرانيوس. على فكره في نوعين من الجرانيوس. نوع مش باين ونوع باين هنا. اللي باين هنا مش مخصوصه لكل نوع، واحده متعادله، واحده حمراء، واحده زرقاء. اللي باين اسمه سبيسيفيك جرانيوس. مخصوصة بتاع كل واحد. دكتور اللي باينة اسمها ايه تاني؟ مين وحيدة؟ معلش معلش انا مش هتعب تاني تلف. انا عايزاكم تبصوا على صورتي بس. مش صورتي انا قصدي على الرسمة اللي الرسمة اللي انا رسماها. دكتور خدت بالك مين الجرانيولز في انهي خلية فيهم الوحيدة اللي فيري فاين؟ نيوتروفيل. خدت بالك هنا وهنا حجمهم يعتبر ايه؟ كبير. فنقول لارج او كورس.
ريكورس عارفين يا جماعة الطوبة الطوبة ليها شكل هندسي هي لو لارج بس كنت قلت لارج وخلاص لكن كلمة كورس معناها ايه كبيرة ومش منتظمة شوية فنقول لارج او كورس داليوز دكتور في مين اسيدوفيلك ومين بيزوفيلك يلا اشتغلوا بقى اسيدوفيلك في مين في الاسيدوفيل وبيزوفيلك ان شاء الله في مين طب مين بقى من ولادي يقول لي في مين فيهم الجرانيوز مخبية نيوكلز طبعا في البيزو اشمعنى فكر يا حبايبي مين دايما في السنتر النيوكلز ادي خلية سفيرنج مش احنا قلنا الوايت سي سفيرنج وجرانيول زرقاء وكبيرة ومحوطة نيوكلز يبقى مين ده يخبي مين بوز بيزوفيلك جرانيولز which may mask the nucleus مكتوب عندك ماسك ولا اوبسكيور مش فاكر اوبسكيور برضه يعني تخفي هتلاقيها في ال ان بتاع البيزو على فكره احلى طريقه تدرس بيها الجرانيولر خدهم في صوره ايه بالذات في الجزء الاولاني برسنتج وديامتر ولايف سبان والموتيليتي والفاجوسيتك باور تنزل على اللايف ايه؟ لما تيجي بقى في الفانكشن خد كل واحده لوحدها يعني الفانكشن تاخد كميه على فكره في حاجه في النيوكليس بتاعت النيوتروفيل انا ما قلتهاش هناقشها لما اشوف صورتها مع بعض حد فاكر كلمه باربوتي؟ في النيوتروفيل واخده شهر وكتبنا في النيوتروفيل جيناتكس انها من 3 لـ 5% هنا كاتب لك 6% اذا ما نريحش نفسنا من 3 لـ 6% يخرب بيت اللي زعل من كام؟ من 3 لـ 6% يبقوا مين البار بودي ده؟ حد مين ولادي شاطر يقول لي ايه البار بودي ده؟ السيتوبلازم هنا قوي في ايه؟ فاين يعني قصه صغيره قوي. فاين نيوتروفيليك جرانيولز. دكتور والنيوتروفيليك هنا تعني بيل ريد. فاهمين دي؟ في النيوترو طيب في الاسيدوفيل في الايزينوفيل كورس او شويه الونجيتد عارف تبقى اوفل سنه. اوفل كورس اسيدوفيليك جرانيولز. وعلى فكره لا اسيدوفيليك دي ليها وصف خاص جدا. يقول لك شايني ريد. حد شاف الالوان اللي هايلايت الفوسفوري دي؟ عارف الاحمر ايه براق كده ها؟ يقول لك ريفراكتايل جرانيولز او شايني ريد، يعني ايه شايني؟ لامعه كده بتشع ضوء. يا دكتور عارف الالوان اللي بتحس بتشعشع ضوء كده؟ دكاتره ريفراكتايل يعني بتعكس الضوء. يبقى تقول لي ريفراكتايل تقول لي شايني ريد هو نفس الوصف. واحنا عايزين نتبين دي. دكتور في البيز وفي مين يشرح لي جرانيولز يا جماعه الحته دي مش فاكرها تاني كورس بيز وفيلم ويتش ماي ماسك ذا جرانيولز عشان هي زرقاء وجرانيولز اخرى ايه والنواه الاخرى ايه ان شاء الله النواه الاخرى ايه على فكره كلمه فضالي في البيز وفيلم في اللايف مايكروسكوب على فكره غششكم حاجه نفس الكلام اللي قلناه في الماست سيل حد فاكر كلمة ماست سيل كانت في درسناها تبع الفري كونكتف تيشو سيل كانت بتفرز هرمونين بحرف القرش ايوه كده ولادي هيبارين اند هيستامين هيبارين ده كان انتي والهيستامين ماز دايركت ولو زاد عن حده يسبب اعراض الهرج كان بتفرز حاجه اسمها اليوكوترينز بيعمل ايه؟ سباز بالمصل بتاعت البرونكاي برونكو سباز او يدخل واحد في برونكيا للاسف تقول الحقيقه يا مين؟ يا ايزينوفيل دي بقى القصه هشرحها تاني في المحاضره لما اجي اشرح مين مع مين؟ البيزوفيل مع الايزينوفيل يا جماعه حبيب قلبي اللي قلناه في البيزوفيل بالظبط زيه سوري اللي قلناه في
الموصل بالظبط زيها في البيت. عارفين الفرق؟ طبعا في جدول الفرق بين، بس اهم فرق بالنسبه لي انا ان الموصل كانت النيوكليوس فين؟ سنترال وين؟ هنا استشيف صح كده؟ لكن نفس الجرانيولز ونفس المحتويات ونفس الهرمونات، بس عليه بقى لما اصبغ بصبغه اسمها ايه كانت بتدي لون ايه؟ صبغه اسمها توليدين بلو بتدي لون بالابرد. القصه دي سميناها ميتا كروماتيك ستيلينج. بص بقى، كون صبغت حاجه بلون وادت لون تاني ده اسمه ميتا كروميسي. اسمه ايه تاني؟ يبقى ميتا كروميسيا ده تعريف، صبغت حاجه بلون تدي انذر سبجكت. على فكرة حد فاكر لما سبخت المصل ومين زيها؟ البيزو. فهمت ليه دلوقتي البيزو في نسبتها من 0 ل 1؟ عشان ان لم يكن عندي بيزو فمين ينوب عنها؟ المصل تنوب عنها في الكونكتيف تيشو. نفس الكلام ونفس الهرمونات ونفس الوظيفة. فإن لم يكن مين فهناك مين؟ إن لم يكن هناك بيزوفيل فهناك من يحل محلها مين؟ المؤثر. ونفس الصبغة ونفس ما معنى بقى، عرفوني تاني قبل ما أنا الحتة دي، ما معنى الميتا كروميزي؟ يعني ستيلينج كان جرانيولز بصبغة اسمها إيه؟ اديني مثال توليدين إيه؟ لو تدي نيو سبستنس وذا نيو كلر. عارف بقى مين المادة اللي بتتفاعل مع الصبغة بتدي نيو كلر؟ الهيبارين. فاكر ما هو سلفيت سبستنس؟ فاكرين يا جماعة؟ مين الصورة دي؟ ده تشو. تشو. حد شايف الخيط الرفيع ده؟ ودي فصوص ولا لا؟ أنا شايف على الأقل على الأقل ثلاث فصوص. أنا مين دي؟ يوتروفيل. طيب بص الصورة دي. إيه ده بقى؟ اللي عامل زي عصاية الدرمز. طب دي كام نواة؟ كام فص يعني؟ ثلاثة. ولازق فيها درمز ديك دبار بودي. في كلام جديد في الكلام ده؟ طيب مين يقول لي إيه دي؟ إيه هنا النيوكليس كام فص؟ عاملة زي حكوة إيه؟ والأهم قبل شكل النواة؟ الجرانيولز لونها أحمر. تبقى مين؟ إيزينوفيل. دكتور مين دي بقى؟ استنى بقى، مره طالب قال انا مش شايف النيوكليس من اصل. طب ما دي احد صفات الميزوفيل، ان مين مخبي مين؟ الجرانيولز مخبيه النيوكليس. بتهيألي كده الدنيا وضحت؟ طيب لسه ما قلناش حاجه خالص، لسه ما قلناش حاجه خالص. تعالى نخش بقى، معلش قبل ما اخش فيهم بالتفصيلات بقى، مين وحيدة اللي ليها أقدام كاتبة؟ بص على الصورة. خلي بالك احنا بادين منين؟ أنا ماشية وأبقى مش هكتب العناوين كل مرة. يودروفيل ثم إيزينوفيل ثم مين الوحيدة اللي ليها صوت وبلوديا واضحة؟ فاكر ما قلنا دي هايلي إيه؟ موتايل وهايلي فاجوزيت. مين لس ولس؟ إيزينوفيل. مين الليست؟ البيزي. فبص بقى أنا في الإلكتروميكروسكوب يا دكتورة هعلق على ثلاث كلمات. الوحيدة اللي هقول فيها سودوبوديا هي مين؟ النيوتروفيل، الاثنين التانيين مش على. ثم الاورجانيلز قليلة ولا كتيرة؟ ثم الجرانيولز اللي شفناها باللايت هنشوفها بالالكترو. استنى بقى. الأول مين الوحيدة اللي كلمة سودوبوديا لاقيها؟ النيوتروفيل، الاثنين التانيين نو نو. أو يعني ما تقولش. طيب اورجانيلز فيهم هم التلاتة فيو اورجانيلز، وده شيء غريب. مرة طالب قال لي ازاي فيو اورجانيلز؟ وهنشوف دلوقتي بيصنعوا انزيمات وهرمونات ونيلة. سيب بالك في ايدك بس. كان يا حبيبي مليانة اورجانيلز وهي فين؟ في المنمر لغاية ما مين اتصنع؟ الجرانيولز. هنا بدل هيموجلوب هقول الجرانيولز. الجرانيولز بقى هي فيها المواد اللي هتعمل وظيفتها. ده انا بالعكس عايزه تبتدي مين تختفي؟ الاورجانيلز عشان ناخد مكانها لمين؟ الجرانيولز هتبلاها وتزدر. ففيهم هم الثلاثه او ليه؟ فيو اورجانيلز فيو اورجانيلز
فيو اورجانيز. وهتلاقي واحده باراجراف تقول ايه كل الكلام ده في فيو اورجانيز؟ ايوه. تقول لي بقى فيو مايتو ايه؟ كونجي. فيو جراف سمول جولجي. فاكر في اللي فيها جولجي كبيره اقول ايه؟ ويلدبل. يا جماعه اصل انتوا مش فاكرين ان قلنا الاورجانيز دي حاجه ليفل موجوده في اول سيلز بس تبع الوظيفه، الاقيتي كبيره وكتيره ولا لا؟ طب هنا والله الاورجانيلز انتهت خدمتها. عملت مين؟ الجرانوز. طيب مره واحد قال لي بس النيوتروفيل بتشتغل في اماكن التهابات الاكسجين فيها قليل، فيها لو اكسجين ايتس. وانت قلتي ان الميتوكوندريا فيها ايه؟ قليله. تسمعوا على انيروبيك ريسبيريشن. انيروبيك ده مين بيكسر؟ الجلايكوجين. فهي فيها جلايكوجين كتير. ده في مين بقى؟ لا معلش انا بتكلم بس في النيوتروفيل، اماكن الانفلاميشن. دكتور مكتوب الكلام ده في الكتاب، احنا بقى هنسيب مين دلوقتي؟ الاثنين التانيين هخش على مين واشتغل عليهم حلو قوي؟ على النيوتروفيلز فقط. ولو خلصنا النيوتروفيلز النهارده نقدر نمشي. او نبتدي ابتدائي بس هسيبكم الا لما اخلص النيوتروفيل نقطعها واقولها وتقولوها لي انتوا. حلو الكلام؟ يعني نذاكرها لوحدنا في البيت ولا نذاكرها هنا؟ معايا؟ مع ولادي. يلا حبيبي خليك معايا. يلا حبيبي خليك معايا. نعم. اهدى حبيبي خالص، خلي بالك انا عندي في البيت خنشورين، ما عنديش بنات، البنات تقعد بس يا حبيبي تقعد. نعم ازاي ما بتقفلش الكلام ده؟ يبقى واضح على العالم. بصفر النظر. يلا يا حبيبي اولا الحته دي بجد عايز تركيز، فنبدا كده نسمع. انت لو بصيت في الفانكشن اوف نيوتروفيل، انا لسه ما قلتش اي ام، بس الحقيقه الفانكشن بتاعتها كبيره قوي قوي. لا يا جماعه هي كانت مكتوبه قبل كده باراجراف كبرت قوي عشان تفهم. لا لا والله يا جماعه ساعات بنكرر الكلام في الزهق. يعني اللي مكتوب في اي ام معظمه تاني مكتوب في الفانكشن، فما تخافش ما تقلقوش منها، بالراحه كده ونعرفها. سعادتك قلت لي مين يقول لي الاورجانيز اللي هناك؟ قال لي مين يقول لي الاي ام؟ الوحيده اللي فيها سودوبوديا. طب ما دام فيها سودوبوديا مين اللي كان بيدي شكل الخليه؟ سايتوسكيلتون. هو ايه؟ فاكرين الانابيب وخيوط. طب السايتوسكيلتون مايكروتوبيولز وخيوط اكتين عشان يساعد ايه؟ سودوبوديا والاميبويد مومنت والفاجو سايتوزز ولا الاكسو يعني كل الحركات دي مين اللي بيسهلها لي؟ قول سايتوسكيلتون قبل، انا لسه في الاي ام. يبقى لما تقول لي في سودوبوديا يستدعي وجود السايتو ايه؟ سكيلتون. ثم نيجي بعدها قلنا فيو ايه؟ من ضمن الفيو اورجانيلز كان فيو ربنا عوضها بايه بقى هنا؟ في النيوتروفيل بس وجود جلايكوجين كتير عشان يعمل انيروبيك ريسبيريشن في الاماكن اللي فيها لو اكسجين زي اماكن انفلاميشن. انفلاميشن يعني ايه؟ التهاب. طيب نيجي بقى للجرانيولز. هنا بقى عايزه بصوا انا هركز على مين دلوقتي؟ النيوتروفيل وهكبرها هنا. ما قلناش النيوكليس. لا لا قلنا النيوكليس في اللايت من فصين لخمسه وخد كروماتين رفيع، بس مين خبال ان كل فص غامق فين وفاتح فين؟ غامق في البريفري قليل قوي اللي فاتح في النص. يعني كاني بقول نيوكليس دي في مجملها دارك ولا بيل؟ مين اللي كتير قوي في البريفري؟ الهيتروكروماتين. فاكرين الكلمه دي؟ والاي وحته صغنونه في النص في سنترال اريا صغيره. خليك فاكر دي عشان العكس هيبقى في الثانيه. دكاتره الجرانيولز بقى في نوعين، نسيب بقى ابنة عشان اذا لم تفهم الجرانيولز مش هتفهم الوظيفه. في نوعين
ازوره في الجانيوز، انا ازور الفيل، اسمها ايه تاني؟ ازوره في الجانيوز دي او برايمري جانيوز، وفي سبيسيفيك جانيوز. لو انت فاهم مين اللي شفناه في اللايت؟ قلت لك المخصوصه اللي هي متعلقه او حمراء او زرقاء، دي اللي بشوفها في اللايت. عارفين المفاجاه بقى؟ ايه الازوروفيل دي يا دكتوره؟ الازوروفيل طلعت جواها هيدروليتيك انزيمز. تعتبرها ايه؟ طب مش اللايزوز دي اشوفها في كل خلايا؟ يبقى دي حاجه سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك؟ سميناها ازوروفيل جرانيوز. طب ما معنى ازوروفيل؟ اكيد ما سميناهاش ازوروفيل عشان انا بزور الفيل. اسمها ازوروفيل فيل يعني ايه؟ محب، بتحب صبغه اسمها ازول. حد فاكر ازول دي قلناها امتى؟ اوكسيديشن اوف ميثيليم بلو بلازما. اوكسيديشن اوف ميثيليم بلو، عشان كده احنا ما بنشوفهاش، احنا بنصبغ بلازما. لكن جمزه هي اللي كان بيعمل فيها اوكسيديشن للايه؟ ميثيليم بلو، بتدي صبغه اسمها ازول. فاسميها ساعتها اشوف مين؟ الازول في جانيوز لما اصبغها بمين؟ بجمزه. يبقى كلمه ازوروفيل يعني لايك ستينز اسمها ازوز. اسمها ايه؟ ازوز. طب معلش يا دكتور سيبي اللي في ايدك وبص لي معلش عشان تفهمها اكتر. ايه النقط التوتشلوف النوع اللي عامله زي الوجود دي؟ ده جلايد. حد شايف الانابيب والخيوط؟ ده السايتو ايه؟ سكيلت. حد شايف الكولجي الصغنن ده؟ ميتوكوندريا حته رف صغنونه، لكن هي عندي نوعين من الجرانيوز. معلش سيب بقى في ايدك خالص عشان لو انت فاهم الصوره دي سهلها لك قوي. في جرانيولز حجمها ايه؟ كبير. عددها قليل. هو انا في الالكترون في الوان؟ ولا بقول غامق وايه؟ الكترون دنس. ايوه كده صحصحوا معايا. يبقى الازوروفيل اللي هم البرايمري حجمهم ايه؟ لارج. عدد فيو ولونهم دارك او الكترون دنس. دي اعتبرناها لايزو ايه؟ عشان جواها هيدروليتيك انزيمز. معلش بقى اسمعوا، للاسف حاطين لك شويه اسامي انزيمز. هو انا لو في امتحان اخر السنه نسيت اكتب جواها هيدروليتيك ايه؟ انزيمز سو كونسيدرد از لايزوزومز، بس يمكن وانا بقول في الفانكشن افتكر بعضهم. طيب دكتور في حاجه اسمها، عارفين اسيد فوسفاتيز والكلام ده اللي هو بيسموها اسيد هيدروليز، في الاستيز من اسمه كده يكسر الاستيك فايبرز. دكتور الديفنسيف، ديفنس يعني دفاع، ديفنسز دي اللي هي بتكسر بكتيريا فيروس فانجاي. عارفين يعني ايه فانجاي؟ يعني فلتريات، بتكسر تاني فانجاي او فيروسز او بكتيريا. ديفنسز دكتور واسد ايه؟ هيدروليزز. بص 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 بص، مايلو بيروكسيديز. قول تاني، مايلو بيروكسيديز. على فكره مايلويد يعني نخاع، بيروكسيديز ده بيولد اكسجين. يعني تعالى نسيبها للفانكشن، اسمه ايه بس؟ افتكر تاني اسمه ايه؟ مايلو بيروكسيديز. دكتور على فكره الجرانيولار واي بي سيز عموما بنسميهم مايلو سايتس، اكتر خلايا في النخاع. مين اكتر خليه في البون مارو؟ مين اكتر خليه في الوايت بلاد سيلز؟ نسبتها من 60 ل 70%. فبيسموه مايلوسايتس، خلايا النخاع. يعني الخلايا السائده في الوايت بيسيز هي النيتروفيل اللي قدام. نسبتها كام يا 60 ل 70%؟ فهي اكتر، فساعات نقول عليها وهي بتتصنع في البون مارو نسميها مايلوسايتس. فلما اقول مايلو بيروكسيديز يعني البيروكسيديز اللي موجود في مين؟ في النيوترون او في المايلوسايتس. معلش هو اسمه رخم، ما اعرفش ليه كانت بنقولك، يعني دي شويه ادفانسد عليكم لكنها مكتوبه يبقى لازم اعرف. سيب بقى في ايدنا. طب ممكن قبل ما انقل من الازوروفيل نفتكرها مع بعض تاني؟ حجمهم لارج وفيو ودار. دي لقينا جواها هيدروليتك ايه؟ اعتبرناها كونسيدرد از برايمري لايزوز. طيب ماشي، فيها اربع مواد. ما ده من اللي فيها يعني اللي اهمهم انا احفظه. اسيد هيدروليز. حبيبي اوعى تنسى بتبتدي بمين، انا بادية بمين؟ مايلو بيروكسيديز واسيد هيدروليز الاستيز ديفنسز. اسمعي تاني؟ طيب
طيب تي نشوف سبيسيفيك بقى خش على سبيسيفيك لان دي اهم حاجه. دكتور بنسميها برايمري برايمري اللي هي الاسود. طب سكندري لمين؟ سبيسيفيك سيب اللي بايدك واسمع. فين على الرسمه دي؟ دكتور حد شايف التوتش الصغنونه دي؟ طيب مين يقول لي عددهم ايه؟ كلهم فين؟ يبقى عكس مين؟ عكس الأزرق. ما هم دول اللي كانوا باينين لي نقط متعادله بقى كانوا خالص وصغنونه قوي. يبقى بدل لارج قلنا ايه؟ سمول. بدل دارك بي. بدل فيو من. طيب دول بقى شوف الجبارين دول الصغنونه دي لدعتها والار دي بقى غنيه باربع خمس حاجات. كل جينيز انزيم. استنى كل جينيز من اسمه كده يكسر مين؟ الكولاجين ده اهم مكون في الكونكتيف تيشو. يعني انت عايزه تقولي هتكسر الكونكتيف تيشو بتاعنا؟ اي ازاي وليه وامتى؟ انا عارفه المسؤول. طيب في لايزوزايم طلبه كتير قوي يبقى حمار ايه؟ كبير يقراها لايزوزومز. هو في جرانيولز جواها لايزوزومز يبقى حمار ايه؟ كبير. لو فكرت في اسمها لايزوزايم يعني الانزايم اللي بيعمل لايسس للبكتيريا. سهله دي. فاجوسايتين شايف اللي تحت دي؟ اسمها ايه تاني؟ مش هي خلايا اولى فاجوسيتك؟ افتكر الماده اللي فيها اسمها ايه؟ خلي بالك الفاجوسايتين ده بص يا دكتور بكتيري سايدر قاتله للبكتيريا. مين شوف اعلانات التلفزيون؟ يقول لك استخدمي لايسين لقتل الحشرات والامن. لايس يعني امن. بقول لايسين سايد يعني ايه؟ قاتله القمل. فلما اقول بكتيري سايدل لا اشتغل معايا تبقى قاتله لمين؟ والماده اللي بتقتل البكتيريا هنا اسمها فاجوسايتين. قولها تاني اسمها ايه؟ فاجوسايتين. ثم بقى في بكتيريوستاتيك. سمعنا في ثانوي استاتيكا وديناميكا. يعني ايه ديناميكا؟ طب يعني ايه استاتيكا؟ سكون. لما اقول بكتيريوستاتيك بشغل البكتيريا بوقف نشاطها، بوقف وظيفتها، بوقف حركتها. بص سيب ايدك واسمعني ازاي؟ اسمعني ازاي؟ المادة نفسها هي وظيفتها بكتيريوستاتيك. إنما هي اسمها لاكتوفرين. حبيب قلبي ركز معايا اسمها إيه تاني؟ إيه لاكتوفرين؟ فرين دي جاية من إيه؟ أيوة ممكن تسمع المعلومة دي. البكتيريا عشان تنمو وتشتغل محتاجة أيرون. محتاجة إيه تاني؟ لاكتوفرين ده يسحب الأيرون منها. يشبك فيه. بايند تو أيرون. ما يعرفش يخليها تاخد مين؟ الايرون. فبالتالي يوقف نشاطها، يوقف وظيفتها. بشلها. يبقى ما معنى بكتيريوستاتيك؟ شل وظيفته، مش عارفه تعمل وظيفه لانه بيسحب مين؟ الايرون. ده ايرون بايندينج بروتين. قول تاني اسمه ايه؟ اسمه ايه الماده نفسها؟ لاكتوفرين. على فكره انا عايزه اراجع تاني. الاي ام على فكره بيجي كتير قوي في امتحانات اخر السنه. اي ام ابو فانكشن. مين من ولادي شاطر يقول لي؟ طبعا ال ام واي ام وساعات اقول لك قارن ما بين اتنين من سواء بقى ال ام او ايه؟ او اي ام. مين شاطر من ولادي يقول لي اي ام؟ انا عايزه الاي ام على بعض كبير قوي ده. النيوكليس فيها بريفرال ايه وحته سنترال ايه صغيره. في مين بريفرال هيتروكروماتين وحته سنترال ايه كروماتين بس فيري سمول اريا في النص. كان النيوكليس ايه؟ ان اكتف هيتروكروماتين فعلا اغمقهم هي النيوتروفيل. تقول لي ازاي يا بنتي هي خلاص صنعت اللي هي عايزاه والحكايه كلها تعيش كام يوم؟ هي ثلاثه لاربعه. طيب وعندها انيروبيك ريسبيريتوري عملية ما مش محتاجة خالص كونفيرنس. طيب حد من ولادي يقول لي سايتو ايه؟ سكيلتون قلناه اللي هو فيه انابيب وايه؟ وخيوط عشان تسهل كل البروسيسز اللي هي عندها. مين يقول
only few organelles, لكن كان فيها two types of granules. أسميهم زوروفيل وسيمبسيتر أو primary وسيم. طيب مين يقول لي أزوروفيل؟ وسيف هم هو وسيف السبيسيفيك؟ لارج وفيو ودارك، إنما سبيسيفيك؟ سمول وبيج وميني. وعلى فكرة كاتب لك رايس جرين لايك. عارفين حبة الرز بتبقى سنة طويلة. مش الرز البلدي بتاعنا اللي هو البسماتي اسمه. مين من ولادي يقول لي الازوروفيل طلع برايمري ايزون فيها شوية هيدروليتك ايه؟ زي ميه اوعى تنسى ده يعني مزودينه السنة دي مركزين عليها ميه وايه؟ فيروكسيديز اسيد هيدروليزس ديفنسز والالاستيز. طب نيجي بقى للمهم سبيسيفيك جرانيولز. دكتور سبيسيفيك جرانيولز فيها مجموعه برضو من المواد يا تقتل يا تشل يا تكسر الكونكتيف. مين يقول لي اهم واحد؟ كولاجين. ده بيكسر كولاجين يعني بيعمل لايسز للكونكتيف تيشو. هنشوف ازاي وليه عايزين كمان شويه. طب دكتور في حاجات تموت البكتيريا وتكسر. طب ما تيجي نقول الاول بكتيري سايدل، مش هموتها الاول. بكتيري سايدل اسمه فاجوسايتين وبعدها لايزوزايم يكسر. ثم قبلهم كمان المفروض اقول بكتيريوستاتيك اللي هو ايرون بايندينج بروتين تاني اللي هو اسمه ايه بقى؟ لاكتوفيرمين. لاكتو ايه؟ يجي بقى للفانكشن. ممكن تسيب اللي في ايدك وبص على الصوره دي. حد فاكر كلمه دايابيتيسس؟ ده بلاد كابيلاري ولا لا؟ دكتور كان بلاد كابيلاري لاين بايه؟ سيمبل سكويمس اندوثيليوم قاعد على بيسمنت ميمبرين. ايه اللي جوه ده؟ نيوتروفيل مش كده؟ طيب مش فينا بكتيريا؟ السودا دي بكتيريا هتفرز شويه توكسينز. التوكسينز دي تجذب مين من الدم؟ يعني ايه اللي بيخلي النيوتروفيل تطلع السلوبوجيا وتحاول تطلع؟ السموم بتاعت البكتيريا هي اللي بتجذبها. يبقى البكتيريا التوكسينز اتراكت وات؟ النيوتروفيل which extends to a بوجيا ويكستند ما بين مين؟ الاندوثيليال سيلز تعمل دايابيتيسز كم اوت بره في الكونكتيف ايه؟ وتحاول تاكل بكتيريا. نسيب بقى اللي في ايدنا. دكتور شفت الفانكشن قد ايه بتاعت النيوتروفيل؟ كتيره قوي. عايزه تتفهم؟ والله لو ما فهمتها لما تقعد من هنا لبكره ما تعرف تقول. انا عايزاك تخرج من هنا مش بس فاهمها انت كمان هنعمل ايه؟ هنحفظها قبل ما. طب انا طلعت بره، بص انا مكبراها بره ايه؟ مين دي يا ولاد؟ النيوتروفيل. ومين دي؟ البكتيريا. اول حاجه هتحاول تاكل بكتيريا. فاجوسايتوزس اوف بكتيريا. حد فاكر الكيس اللي فيه الاكل ده اسمه ايه؟ فاجوزوم او فاجوسيتيك فيزيكال. الكلام ده جديد خدناه في السيتولوجي ده. طب يا دكتور هي فاشية ولا زوني ولا؟ مش في ما بينهم مسافات، ما فيهاش جنب، ما هياش محطات زي الحزام. في حتة تعدي منها. ده يا جماعة ده قدرة رهيبة على مين؟ في التعدي انها تعدي تطلع بره. من يوتروفيس. أكتر واحدة قادرة على الحركة هي مين؟ من يوتروفيس. احنا لسه هنبتدي بقى قصة جميلة قوي بس عايزة افهم. دلوقتي أول خطوة أول خطوة تمت، ركزوا في الكلام، أول خطوة تمت. دخول مين؟ البكتيريا. طب أنا عندي كم نوع من الجرانيولز؟ أساليب. أزوروفيل وسموم. إيه رأيك الاتنين هيهاجموا مين؟ الفاجوزوم. اسمها إيه؟
والسنة. فشد بقى أمول، وبعدين مين يجي يحللها؟ فمين يعني مين اللي هيشتغل الأول؟ السكن. هي سبيسيفيك. دكتور بصي بنفيدك بقى. سبيسيفيك جرانيولز هتروح مفضية المحتويات بتاعتها في مين؟ في الفاجوزوم ده؟ بس في الفاجوزوم؟ طب افرضوا البكتيريا، معلش تفهموا الحتة دي، افرضوا البكتيريا دي حجمها كبير كده، شايفينها؟ هتعرف تاكلها أصلاً؟ لا أبداً. قاعدة تبص لها كده، ده أنا جوايا مواد محللة، ومواد تموت البكتيريا، ومواد تشلها، أسيبها ترعرع بره كده؟ طب إيه رأيك لو فرست محتوياتي دي عليها؟ يعني زي ما انت قلت عملت اكس وايه؟ يعني اذا السبيسيفيك جرانيولز يا تفضي محتوياتها في الفاجو ايه؟ زوم، يا تفضيها بره لو مش عارفه تاكل مين؟ حد فاهم انا بقول ايه؟ يعني لا مش هي ده، انت قصدك على الجرانيولز تطلع محتوياتها بره لو بكتيريا بره كبيره مش عارفه كلها. او بصي البكتيريا كتيره، فانا في اللي باكله وفي اللي بفرز عليه بره. نقول تاني؟ تيجي نتفق ان هي عاده بتعمل في الاتجاهين اللي بتقدر تاكل، بتريليز الكونتنت دي جوه الفاجو ايه؟ زوم، يا اما في الاكسترا سيلولار سبيس. يعني فين؟ في الكونكتيف تيشو بره النيوتر. حلو كده؟ طب اسالكم بقى سؤال، كان السبيسيفيك دي كان فيها ثلاث حاجات مهمين، فكروني. فاجو ده بكتيري، سايتل يعني الكلام ده جديد احنا لسه قايلينه في الاي ام. طيب ثم لاكتو تري ذا ايرن بايندينج بايند تو ايرن. يا جماعه الايرن ده اسينشال فور ايه؟ البروث بتاع البكتيريا. يبقى يوقف نمو البكتيريا او يوقف وظيفه دكتور يشلها. كولاجينيز اوف كولاجينيز من اسمه ده بقى اللي بيشتغل بره. هيشتغل على مين بره؟ يعمل لايسز لايه؟ كونكتيف تيشو. طب ثم مين تيجي تشتغل؟ انهي جرانيولز بقى؟ الازوروفيل. الازوروفيل بتعمل طبعا الهيدروليتيك انزيمز اللي فيها بتعمل لايسز لمين؟ للبكتيريا. استنى استنى، فيها مايل وايه؟ بيروكسيديز، فاكر؟ ده بيعمل رياكتيف اوكسجين كومباوندز، حاجه فيها كومباوندز فيها اوكسجين، ده في الفاجو ايه؟ زوم، يموت البكتيريا. مين يفكر؟ معلش الحته دي رزله، ركز ركز. الاكسجين اللي بيطلعه ده قاتل البكتيريا. ده مين دي؟ الميلو بيروكسيديز بيطلع اكسجين كومباوند تموت البكتيريا. عارفه ايه ميه الاكسجين؟ تموت البكتيريا. سيب اللي في ايدك وقول تاني. انا الاول عايز اموت البكتيريا. مين يقول لي اول خطوه؟ مين طلعت بره؟ النيوتروفيل. حد مين اللي جذبها؟ بكتيريا التوكسنز اتراكت الايزر النيوتروفيل which leave the blood تخرج ما بين الاندوثيليال سيلز تطلع بره في الكونكتيف. واول حاجه تحاول اللي بتعملها ما تعمل ما تطلع بره فاجوسيتوز وبكتيريا. الكيس اللي فيه البكتيريا ده اسمه فاجوس. الفاجوسوم مين هيلحق معاه؟ النوعين من الرجانيوز. الاول مين؟ السكندري ثم الازوف. السكندري مين شاطر من ولادي يقول لي هتعمل ثلاث حاجات؟ تشل، تموت، تكسر. تشل مين؟ بكتيريو ستاتيك. ايه هو الماده اللي بتشل البكتيريا؟ لاكتوفيلين ويتش بايند تو مين؟ الايرن. هو لازم البروث اوف بكتيريا. ثم في فاجو سايتين، ده بكتيري سايت، ده كيل بكتيري. ثم فرزت ايه؟ كولاجينيز. بس ده حطيته فين ده؟ اكسترا سيل. مش انا قلت لك السكند جانيومز يا تصب جوه الفاجوزوم وتصب كمان اكسترا سيل. اهم حاجه الاكسترا سيل بتعمل ايه؟ ممكن تموت البكتيريا الاكسترا سيل، بس انا اهم حاجه عندي ايه؟ كولاجينيز. هيعمل لايسز لمين؟ يعني لايسز اوف كونكتيف تيشو. ليه؟ حبيب قلبي انا عايزه النيوتروفيل تطلع كتير في كونكتيف تيشو تتحرك. مين عائق؟ مش في خيوط كولاجين؟ فالكولاجينيز ده يكسر مين؟ فيسهل الموفمنت بتاع النيوتروفيلز انها تطلع بره وتكتر بره.
تانية أنهي جرانيولز؟ الأزوروفيل أو النون سبيسيفيك جرانيولز. حد فاكر الأزوروفيل دي كان فيها أهم إنزيم جديد اللي كان بينتج مية بيروكسيديز، ده بيكريت أكسجين كومباوند يكيل إيه؟ البكتيريا. طيب جميل أوي. تاني خطوة production of pus. pus يعني صديق. ثانية واحدة. ممكن تسيب اللي في إيدك وتسمع دي. هو أنت دلوقتي مش عندك حرب ما بين مين ومين؟ مين الجنود بتوعنا؟ النيوتروفيل. ومين العدو؟ البكتيريا. وعندك النيوتروفيلز موتت كتير من مين؟ من البكتيريا، بس في كمان السموم بتاعة البكتيريا هتموت بعض النيوتروفيلز. الديد نيوتروفيلز هو انا عندي بقيت تاني متكسر بره. ديد بكتيريا وديد ايه؟ نيوتروفيلز. ومين متكسر بره؟ كولاجين، يعني كونكتيف ايه؟ هو ده كل ده اسمه صليط. بس يبقى ما معنى بس؟ عايز حد من ولادي يقول لي ديد ايه وايه وايه؟ اول كلمه ديد نيوتروفيلز. وعلى فكره الخلايا الصليديه هي الديد نيوتروفيلز. لما يقول لي مين الباس سيلز هي الديد نيوتروفيل. لما يقول لي احد اسامي النيوتروفيل اقول له باس سيلز. مين يقول لي كده النيوتروفيل ليها كام اسم لغايه دلوقتي؟ اول اسم ايه؟ نيوتروفيل. تاني اسم بولي مورف نيوكليوم ليوكوسايت. تالت اسم مايوسايت. مش هنقولها دلوقتي، هنقولها في البول ايه؟ مارو لما نيجي ناخد خطوات التصنيع. بس كويس انك افتكرته. مايكروفيج. انا قلت ماكرو ولا مايكرو؟ هي حجمها صغير. خلي بالك المايكروفيج بتاعت الكونكتيف ايه؟ تيشو بتبقى حجمها كبير قوي. فهي خليه اكوله ولا لا؟ بس حجمها ايه؟ حد فاكر لما قلت لكم اي خليه كبيره اكوله اصلها خليه في الدم اسمها مونوسايت؟ هي بلاد مونوسايت او الماكروفيت دول حجمهم كبير. انما مين بتاكل بس التوتي؟ بسميها مايكروفيت. ده اسم تالت ليها. الاسم الرابع خلايا الصديدية. امتى سميها باس سيلز؟ لما الدم نيوتروفيلز نطلق عليها باس سيلز. يبقى لما يقول لي احد هذه الاسامي اسم اخر للنيوتروفيل. ساعات احط اجابات عبيطه، يقول لك يزيدوا في المونوسايت مش عارف ايه، اختار اي اسم من دول لو ظهر. مين يقولهم لي تاني؟ بولي مورفو نيوكليوكوسايت. باسلز تمشي، مايكروفيج تمشي. قلنا نيوتروفيل خلاص، هما الاربعه. دكتور نمرة اثنين برودكشن اوف ايه؟ باس اند بايروجينز. بايرو يعني حمى، جن مسبب يعني مواد تسبب الحمى. خلي بالك معرفش لاحظته ايه كلينيكيا كده، اي التهاب عامل صديد تلاقي معاه ارتفاع فين؟ في الحمى. ركز معاك قوي في الحته دي. برودكشن اوف ايه وايه؟ بس معاها ايه؟ تتقال في نفس الجمله ان بايروجينز. معلش دكتور بس. طب مين اللي بتموت النيوتروفيلز؟ اساسا مين؟ باكتيريا توكسنز. اللي موتت النيوتروفيلز الديد نيوتروفيلز سميناها بس. ما هو البس؟ مش هو يلوش فلويد سائل لونه مصفر شويه عباره عن ديد نيوتروفيلز اللي اسمها البس سيلز بلس. كتب لك كونكتيف تيشو ديبرز. ديبرز يعني حاجات ميته. الحاجات الميته يعني كاني بقول الكولاجين اللي اتكسر. ما بقى ايه؟ ديبرز بواقي حاجات ميته، بواقي حاجات متحلله او متكسره. دكتور يبقى الكونكتيف تيشو اللي اتكسر يعني البكتيريا او النيوتروفيل عمل لايسز البكتيريا بس ولا كمان الكونكتيف تيشو؟ هو ده اللي عمل البص. يبقى البص عباره عن ديد ايه وايه وايه اشتغل؟ ديد نيوتروفيلز وديد بكتيريا وكونكتيف تيشو. ده بواقي كونكتيف تيشو متكسر بالذات مين؟ كولاجين. برافو عليك. طيب البص ده مع التوكسنز يخلي النيوتروفيلز تفرز حاجه اسمها سايتوكاينز. اسمها ايه؟ اخدته في الفسيولوجي انت ميوكن 1 اخدته 2. خلي بالك 1 بيطلع من خلال الاكوله. يا الماكرو ايه؟ فين؟
جميل هنا اقوله برضو النيوتن. يبقى انت اليوكن 1 ده بيطلع من مين؟ من الخلايا الاكوله. يمين يمين اشتغل يا ماكروفيج جلد. فهي بتفرز حاجه اسمها سايتوكاينز، منها انت اليوكن 1. دكتور حبيبي سيب الفيلم واسمع بقيه الجمله عشان تفهم المقصود. ثواني يا الانترليوكن 1 ده ليه اسم تاني بايروجين، يعني مسبب للحمى. عارفين بيشتغل ازاي؟ انترليوكن 1 ده او البايروجين ده، انا قلت بايرو يعني حمى، جين مسبب، ماده بتسبب ارتفاع في الحراره. عارفين ازاي؟ انت عارف ان في مركز في المخ هو اللي بيتحكم في درجه حراره جسمنا؟ بالظبط. انتوا عارفين هايبوثالاموس ما شاء الله. طب يبقى بتاثر على الهيت ريجوليتنج سنتر في البرين، مش هنقول هايبوثالاموس ولا حاجه، هيت ريجوليتنج سنتر في البرين. مين يقول لي تاني بقى ازاي بتسبب الحمى؟ مين اللي بيطلع؟ النيوتروفيلز وايه بتموت؟ التوكسنز والديد ايه؟ نيوتروفيلز او الديد بكتيريا بتخلي النيوتروفيلز او الباس سيلز بتخلي النيوتروفيلز السليمه تفرز ايه؟ انترليوكن 1 او نسيته بايروجين، which elevate مين؟ البودي. انت ممكن تعمل فيه بارتي بنعمل ايه؟ حمى، لانها بتاثر على ستيميوليت تحفز مين؟ الهيت ريجيوليت سنتر في البرين. انا مش عارفه انتوا واخدين بالكم، اول حاجه اكلت البكتيريا ما عرفتش تاكلها، افرز حاجاتي عليه، واللي فرزته ده يكسر البكتيريا بس ولا كمان الكونكتيف تيشو فورمينج ايه؟ بس البس مع السموم بتاعت البكتيريا يقول النيوتروفيل طلعي بايروجين. انا قلت لك وجود ايه سبب ايه؟ البس يرفع درجه الحراره. بايروجين ده ايفيت مين؟ البودي، يعني يعمل فيه فايت نتيجه انه بيأثر على الهيت ريجيوليتنج سنتر في البرين. مين يقول لي كده؟ كان البكتيريا عملنا ايه؟ بس وظهرت حمى. مره واحد قال لي ايه اللي انت بتقولي ده؟ هو وجود حمى دي وظيفه؟ ايوه. اغلي اللبن. ليه بنغلي اللبن؟ عشان نموت البكتيريا. اغلي جسمك عشان البكتيريا لا تنمو درجه حراره عاليه. توقف تستوب بكتيريا جروث. تستوب بكتيريا جروث دي اهم فايده ان زودت الحراره. يا جماعه بس ارتفاع الحراره ده لازم يبقى له ليميت. ما ينفعش اسيب حد حرارته ترتفع قوي. انتوا بنسمع اقصى حاجه سمعناها كام في الحراره؟ 41. لا ممكن نسمع 41. 42 ده الريليوس. حد عارف البرين؟ انتوا بتشوفوه في مشرحك؟ لا مشرحنا بتحضره فورمالين جلد، لكن هو البرين بيبقى ماده جيلاتينيه شويه. عارفين البيض؟ لما بتيجي تسلقه هو مش الاصل سائل شويه، لما سلقته غليته حصل كواجيليشن بروتينز اتجمدت زي البيضه مسلوقه. حبيبي البرين عامل زي البيضه قبل ما تتسلق. ارفع الحرارة قوي سلام دي بتاعته حصلها ريجوليشن. يبقى هل مسموح نسيب الحرارة تعلى قوي 42 وزيادة عن كده؟ أنا ابني وهو عنده سنتين جاله حاجة كده حمى لدرجة افتكرناها عارفين مننجيتس التهاب السحاب اللي بيسموه اللي هو في البرين مننجيز. قعدناه في مستشفى 3 ايام محطوط في حوض تلج. كان لازم الحراره 42 ما تنزلش، بمخفضات مش مخفضات ما بتنزلش. بانيو في تلج قاعد فيه عشان ايه؟ لازم الحراره تنزل. لا في ناس بيموتوا من القصه دي او بيسبب برين دامج وراجل. انتوا عارفين نرجس سيلز لو ماتت؟ شفت الحركة دي؟ بص بالله عليك أنا ما كانش عاجبني إن في بكتيريا ده. بص بص اسمع هي قصة إيه؟ أنا عندي جرح سيب اللي فيه مين دخل لي من الهواء؟
بكتيريا، مين اول واحده طلعت لها وتعاركت معاها؟ اليوترو. وعملت حاجات اللي تموت واللي تشل ورفعت درجه ايه؟ حراره وعملت بص. دكاتره اللي ما كانش عاجبني الجرح وفيه بكتيريايا، دلوقتي عندي جرح مليان صديد. بالله عليك النيوتروف التعبانه دي اللي ما كانتش عارفه تاكل بكتيريا لما كبرت شويه هتعرف تنظف الجرح وتشيل الصديد؟ يا جماعه هو في جرح يلتئم في صديد؟ طيب اذا لازم مين يتشال؟ البص اللي هو دين ايه؟ ودين بكتيريا ودين كولكتيف تيشو من البص، صح كده؟ هتبعت فاكرين انت اليوك اللي هي بتعمله؟ تكسب بيه مين الخلايا الكبيره الاكولات؟ الحقيقي يا مونوسايت تعالي شيل الميتين. مين الميتين؟ المصري باختصار كده المصري. يبقى ادراكت السيتوكاينز دي اتراكت مين؟ المونوسايت تو ذا سايت اوف انفكشن. ما معنى انفكشن؟ العدوى يعني اللي جت فيه البكتيريا. دكتور مين تيجي بقى زي مكنسه الكهرباء؟ المونوسايت تروح شايله ايه؟ كل الميتين. جرح ندب بقى فل النيوتروفيلز ما تسكتش تفرز ماده اسمها الو تريفون مش تليفون اسمها ايه؟ هي الماده دي بتسبب الضحكه دي على طول اسمها تريفون. يا جماعه بدل التليفون هنقول ايه؟ ده بيساعد على التئام الجرح. اسال سؤال شفوي انا شخصيا لو حد دخلني هساله في النيوتروفيلز واخش منها على حاجه ثانيه. مين اللي بيقفل الجرح؟ مونوسايت في عينك. مونوسايت تنضفه. كلين ذا وند. هو الجرح بيتقفل بكونكتيف بايه؟ هو انا هستميليت مين تشتغل؟ ايوه كده ولاد الشاطرين سقفوا نفسكم بقى حبايب. ثم الحقنا يا مول ايه؟ مارس.
or your clothes. Summan, which had healing. يعني استميريت الفايب بلاس انها تقفل الجامعه. آه انا مبسوطه جدا منكم، فاضل لي كلمتين ونمشي. النهارده هنمشي بقى. بس عشان هي اخر سبت لغايه الترم الثاني، اخر سبت الاخر ده، فعشان كده همشيكم ايه؟ بقى. شاورتني على حد بريك بريك ايه ده ايه قولها نمشي يا جماعه بريك قبل ما نمشي بصرف النظر عن هذه الدعابه دكتوره اللي انا وصفته ده لو فكرتي فيه ارتفاع فين؟ في الحراره بس صديق ودايما كلينيكالي بقى لما تدرس الحاله الاقليميه دايما مع الصديد في ألم بين بين فيبر بس بين ألم شعور بالألم دكتور الثلاثة دول يعتبروا أكيوت ولا كرونيك انفكشن يعني عدوى حالة خدت بالك في نهاية النيوتروفيلز في مكتوب ايه الامراض اللي بتزود عددها increase number وايه الامراض اللي بتنقص عددها على فكره في الثلاث ثلاث انواع الزيادة لا سيب الفيدباك واسمع الزيادة اسمها فيليا النقص فيليا دكتور لما اقول نيوتروفيليا معناها ايه؟ مين يفكرني عددها نسبتها كانت كام؟ 60 ل 70 وممكن توصل ل 75 اكتر من 75% نيوتروفيليا ده بيحصل في انهي انفكشن؟ اكيوت بص مش مكتوب اكيوت بس اكيوت بايوجينيك انفكشن بايوجينيك يعني عامله بس عدوى صليديه حاده ترجمتها كده عدوى صليديه حاده وهنحفظ الثلاث تمثيله صم زي الاسمنت دكتور عايزين نتعلم كلام طب بقى ونشخص لما نشوف تحليل الدم نقول عنده كذا اكيوت تونسيلايتس ايتس يعني التهاب لما احط ايتس جنب اي كلمه يبقى التهاب في الكلمه تونسل يعني لغز فلما اقول اكيوت تونسلايتس دكتور بس احنا كلنا تعرضنا ليها او شفنا حد في الاطفال عنده تلاقي في ارتفاع في ايه؟ الحراره تلاقي العيل بطل ياكل ليه؟ زوره بيوجعه مش قادر يبلع دي حاجه حتى لما تديله سوائل مش عايز ياخد لازم ياخد المرتب مش عايز لان في بين الدكتور يجي يفحص يقول افتح بقك على الاخر يحط له معلقه خفض اللسان ده يقول لك لا ده عنده صديد على اللوز يعني بص يبقى ارتفاع في ايه؟ وبين وبص دكتور سمعت على اكيوت ابندسايتس اكيوت يعني ايه؟ حاد ابندكس زائد البين التهاب حاد في الزائد البين دكتور حد شاف عيان عنده التهاب في الزايده؟ يعني ممكن تكون شفته قريب جار حاجه او قعدت شويه في الاستقبال بتاع القصر العيني هتشوف 100 حاله زايده وانت قاعد كده 100 حاله. عيان الزايده بتعرفه هو داخل كده. تلاقيه داخل حاطط ايده جنبه ايه؟ وعامل كده يعني مدني ناحيه انهي ناحيه؟ وماشي مدني. لما بيتفرد البين بيزيد جدا. بيصرخ من القلق. تقيس حرارته تلاقي فيها ايه؟ عالي نعمل له عمليه بسرعه قبل ما ايه؟ تنفجر عارفين انها ممكن تنفجر ونشوف انها كيس مليان صديد مين يفكرني بقى؟ فين؟ وفيبر وبص حبايبي مش كل حاله ماسك جنبه اليمين يبقى زايد انتوا عارفين في الجراحه هتاخدوا كام سبب للالم في الجنب اليمين غير الزايده؟ 14 سنه لا ده مش هزار مش اي حد دخلوا عمليات هي ليها حل غير انه يخش عمليات لازم يخش عمليات قبل ما تنفذ لكن في حاجات كتير يعني مثلا هو العيال داخل عليا ده راجل مش ممكن عنده التهاب في قناه خلقه ده راجل اللي تهب يعني ما عندوش سالفنجايتس هي التهاب في الفالوبيا او مثلا اساله عندك حرقات في البول جاي
اهلك خصاوي قبل كده تشتكي حاجه من كده؟ عمري ما اشتكيت منه، بشيل ذهب في الحال. في اسباب كتير يا جماعه للالم في الجنب اليمين، منهم حمى التيفود. اظن التيفود عندنا كتير، ده بتاع الزباله اللي بياكل بيزبل في الشارع كتير. التيفود ده بيسبب التهاب في الانتسم، وغالبا بيعمل بين، وغالبا في الناحيه اليمين. في لخبطوه مع مين؟ هو التيفود علاجه ايه دكتور؟ مضاد حيوي. انما الزايده جراحه وتخدير وقصه، مفيش جراح محترم. سمعني يا دكتور؟ بس دكتور مفيش جراح محترم يمد ايده على عيان يعمل له عمليه زايده الا ما يطلب عدد دم، على بال ما يجهزوا اوضه عمال يطلب بلاد كاونت سي بي سي. لو لقيت النيوتروفيل زايده تبقى زايده. لا ده كلام كبير قوي في الجراحه. لما نلاقي ايه؟ طب نقص عن الطبيعي. تيفود يا حبيبي اكتر سبب يقلل النيوتروفيل هو التيفود. تخيل انا شخصت حاله بس عملت عدد دم. على فكره عدد دم ده بيتعمل في 5 minutes، يعني تحضير قطع عمال بياخد اكتر من كده بكتير. تجهيز العيان للعمليه بياخد اكتر من كده بكتير. بالمره كده لما يكون عيان شاكك انه عنده زايده اوعى تديله مسكنات. اوعى. بس هو ليه متقلب؟ الزايده جواها باص، الباص بيحاول يلاقي مخرج محبوس. طول ما هو اندر بريشر البين فظيع. لما تنفجر برجع دلوقتي بس ارتحت. دلوقتي انفجرت. فلازم ما تبقوش مفرقن طول ما هو قاعد متألم. انا سعيده قوي. مش انا عندي ساديزما سعيده بألم ابدا. انا مطمنه انها ايه؟ لو تنفجر وبسرعه قبل ما ايه؟ فاضل كل هيحصل يعني. بس طب بس الحمرا دي لطيفة ألطف من الحاجات اللي